الافكار تزاحم، يعني يزاحم بعضها بعضا كما يقولون، لكن الجزء اللي حضرتك اشرت اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي له اشاره واضحه للغايه وهو يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. صح. انا قراءتي للايه الرئيس السيسي يقول انها اوسع بكثير من العتاد العسكري، العتاد العسكري مهم لكن القوه على المستوى الطبي، على المستوى الصناعي، على المستوى الثقافي حتى مهمه ضمن منظومة قوى الدولة الشاملة كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أتفق معاك أستاذ أحمد إن دي فكرة حقيقية، فكرة من لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره. النهاردة إيه اللي خلى مصر تقعد في قمة إفريقيا اللي هي كانت تاني يوم كنا مع بعض الأسبوع اللي فات، تقعد في قمة إفريقيا والسودان في فرنسا بوجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتملي قراراتها ورؤيتها وشروطها. فيعني هل استبعد انا وانت ان مشروع القرار اللي تقدمت به فرنسا لمجلس الامن واعترضت عليه الولايات المتحده الامريكيه فيما يخص فلسطين، وخصوصا ان ده جه يوم الاثنين اللي فات بعد او في اثناء هذه القمه المصريه الافريقيه الفرنسيه، هل استبعد انا وانت ان هذا كان نتاج مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقمه الافريقيه مع الرئيس ماكرون؟ لا استبعد ده. ايه اللي يخلي العالم يسمعني؟ ايه اللي يخلي العالم يلتفت ليا ويسمع صوتي؟ قدرتي على الاستقلال الاقتصادي، قدرتي على حمايه بلادي، قدرتي على مواجهه التحديات اللي فرضت عليا من 2011 لحد النهارده، بس كل مره كنت قادر على ان انا اعديها واتخطاها واضع البدائل واضع اللي قدامي في مكان ما يملكش غير ان هو الحقيقه يسمع صوتي. فامتلاك القرار هو جه من امتلاك القوت، وده اللي حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 في تصنيف وترتيب أولويات مصر في هذه السنوات. عايزين نعمل إيه الأول؟ إحنا عايزين الأمن. عايزين نعمل إيه نمرة اتنين؟ إحنا عايزين القوت. عايزين قوتنا يبقى داخل وخارج من هنا. وعلشان كده يعني خليني أخد حضرتك لجزئية تانية ربما برضو الناس مش واخدين بالهم منها. الناس طول الوقت تركز في التصنيع وتركز في التطوير على المنتجات والخدمات اللي احنا بنحتاجها زي خدمات صحية أو منتجات لبس أو أكل، بس في جزئية تانية مهمة جدا هي خدمة المية. هل حضرتك تعلم أن احنا كمان تعمقنا في تطوير البنية التحتية المائية لمصر على مدار السبع سنين اللي فاتوا بإصرار عجيب إن إحنا الأزمة مش أزمة إن إحنا مياه النيل يبقى شكلها إيه؟ إحنا وقعنا اتفاقية مياه النيل سنة 1959 كان تعداد مصر وقتها من 27 مليون، نصيب مصر 55 مليار، النهاردة إحنا 110 مليون ونصيب مصر برضو لسه 55 مليار.